الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى بقية قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعد أن تحدث يوسف عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه في السجن عن الأوهام والأولى، وهو دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، أخبرهم بعد ذلك بتأويل رؤياهم، فقال للأول وهو الساقي: أما الأغصان الثلاثة فثلاث أيام يبعث إليك الملك بعدها بعد انقضائها فيردك إلى عملك ساقيا. ثم قال للخباز صاحب الثلاثة أيام ثم يبعث إليك الملك عند انقضائهما فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسك. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سورة يوسف. يقال أن الرجلين لما سمع تأويل رؤياهما وتعبيرهما من يوسف عليه السلام قال ما رأينا شيئا، يعني أنكروا. لما عرفوا اللي في واحد هيتقتل منهم أنكروا عشان يشوفوا بقى إيه اللي هيحصل، بس هم شافوا. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني خلاص هيقع هيقع لا محالة، واحد منكم هيطلع وهيروح شغله وهيسقي الملك تاني الخمر، والآخر هيقتل خلاص ماشي. رؤياهما وتعبيرهما من يوسف عليه السلام. قال ما رأينا شيئا، فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبعد أن عبر وفسر نبي الله يوسف عليه السلام رؤياهما، طلب من الذي ظن أنه ناج من هذين الرجلين وهو الساقي، قال له: اذكرني عند ربك. عند رب هنا يعني إيه؟ هو الملك. وإحنا قلنا كلمة الرب ينفع تطلق على واحد صاحب منزل، على ملك، بس ما ينفعش تطلق على واحد فرد، يعني ما ينفعش واحد يقوم اللي واحد ايه انت رب، لا. واخدين بالكوا ازاي؟ انما ينفع يعني نطلقها على اجماع، يعني رب الماء، رب البيت، رب الزرع، انما رب فقط لا. اما كلمة اله يعني لا تذكر على الاطلاق، لان الاله هو الله عز وجل. الاله كما ادعى فرعون الألوهية، فقال ما علمت لكم من إله غير، فهذا لا يجوز على الإطلاق. أما الرب يعني صاحب الإبل، رب الإبل، رب البيت يعني صاحب البيت، وهكذا يعني. اذكرني عند ربك، سورة يوسف يعني اذكر أمري وما أنا فيه عند سيدك وهو الملك، وأخبره أنه محبوسا ظلما. قال الله عز وجل: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. سورة يوسف. أي فأنسى الشيطان الرجل الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام، فلبس يوسف عليه السلام في السجن 7 سنوات، وقيل هذا بمشيئة الله وإرادته. تنبيه: تفسير كلمة ربك بالعزيز في الأول بالملك، وفي الثاني بمعنى السيد، لأن يوسف كان صور عبدا مملوكا للعزيز، وهذا الثاني كان عبدا مملوكا للملك حقيقة. وذلك جائز لغويا أن يقول العبد المملوك لسيده ربي، بمعنى الذي يصرفني في أموري، لا بمعنى خالقي. وذلك لأن هذه الكلمة في لغة العرب لها معاني متعددة، فهذا اللفظ يطلق بمعنى الخالق وهو الله تعالى، وبمعنى السيد المتصرف في شأن من يملكه، وبمعنى المصلح، وبمعنى المربي، وغير ذلك. ولا يجوز شرعا إطلاقه على غير الله معروفا بالألف واللام، فلا يجوز أن يقال لغير الله الرب، بل يجوز أن يقال فلان رب فلان،
أي سيده، ويجوز أن يقال فلان رب هذا البيت، رب هذا البستان، رب هذا الفرس ونحو ذلك، بمعنى مستحق الانتفاع به. لكن لا يجوز أن يقال لشخص له متجرئ ومعمل رب العام رب العمل، لأنه لا يملكه. يستحق الانتفاع بهم في مقابل ما يدفعه من الأجر لهم. وذكر المفسرين في تفسير قول الله تعالى إنه ربي أحسن مثواي أنه عني، وهذا أحسن من التفسير الآخر، لأن يوسف لم يكن عبدا مملوكا ولا تطييرا عليه العبودية الحقيقية لخالق من خلق الله، لكنه كان صورة مشترى على أنه عبدا مملوكا ليس حرا. رؤية الملك وخروج يوسف عليه السلام من السجن وظهور براءته. يقول الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سورة يوسف. قدر الله تبارك وتعالى بتقديره الأزلي أسباب لخروج نبيه يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام، وذلك أن ملك مصر رأى في منامه سبع بقرات سمان خرجن من البحر وخرجت في آثارهن سبع بقرات هزال ضعاف، فأقبلت على البقرات السمان فأكلتهن، فاستيقظ الملك من نومه مذعورا، ثم نام ثانية فرأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلتهن حتى أتينا عليهن، فدعا أشراف قومه فقص عليهم وطلب منهم أن يفتوه في رؤيا هذه، ولما لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها قالوا له قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي أخلط أحلام من الليل، وما نحن بتأويل الأحلام التي هذه وصفها بعالمين، أي أنهم لا خبرة لهم بذلك. ولما سمع الناجي من السجن وهو ساقي الملك برؤية الملك، ورأوا عجز الناس عن تعبيرها، تذكر أمر يوسف عليه السلام وما وصى به، قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. سورة يوسف، أي تذكير بعد مدة من الزمن، وهي بضع سنين، وقيل 7 سنوات، بضع سنين يعني قيل 7 سنوات التي قضاها يوسف عليه السلام في السجن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. دي بقى إيه الساق اللي نجا، بيقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. سبحان الله، يعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام خرج من السجن، يعني مفيش دبابة اقتحمت السجن عشان يخرج، ولا في طيارة مش عارف هدته من فوق، ولا كلام من برؤية. سبحان الله، إما النصر يأتي للإنسان المظلوم، يأتي إليه من مكان هو لا يتوقع أن يأتي إليه النصر منه. يعني شوفوا هو طلع إزاي، الملك رأى رؤية، فيوسف عليه الصلاة والسلام، معبرين أهل مصر عجزوا عن تعبيرها وتفسيرها يعني. فكانت هذه الرؤية هي سبب خروج يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني ما فيش بقى دبابة اقتحمت السجن، ولا طيارات ولا أي حاجة، ويشوفها مين أعلى شخصية في البلد، حاكم مصر. سورة يوسف الآية إلى يوسف فأرسلون إلى يوسف عليه السلام، فلما جاء وقص عليه الرؤية
الملك أجابه يوسف عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنكمل قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. وقصة نبي الله يوسف هي أحسن قصص في القرآن الكريم، والذي ذكر ذلك هو الله عز وجل، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهي قصة مشوقة وجميلة جدا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.